السلام عليكم. نحن المتصرفون التربويون ضحايا المرسوم جوش 18-294 جئنا في محطة أو أعلنا عن محطة اللاعودة التي بدأناها البارحة يعني 2 فاتح مارس. محطة اللاعودة التي أعلنا عنها كمتضررين من المرسوم جوش 18-294 بعد مضي قرابة السنتين على إعلان وزارة التربية الوطنية عن مظلومية هذه الفئة واستعدادها الكامل والتام لإنصاف هذه الفئة بمرسوم تعديلي يعدل المرسوم جوج 18-294. انتظرنا هذا المرسوم كما قلت سالفا لمدة تناهز السنة والنيف إلى الآن، وثقنا في جميع وعود وزير التربية الوطنية. قلنا أن السيد الوزير صادق فيما يقول وقد عبر عن ذلك غير ما مرتين يعني أمام الملأ أمام الرأي العام المغربي، لكننا الآن لازلنا ننتظر ذلك الوعد الذي لم يتم تحقيقه إلى اليوم. جئنا اليوم في محطة اللاعودة، محطة اللاعودة ونقصد بها اللاعودة فعلا، جئنا لنعبر عن غضبنا وعن إصرارنا على تحقيق المطلب الوحيد والأوحد وهو الترقية إلى الدرجة الأولى التي نعتبرها حقا مسلوبا. حقا مسلوبا لماذا؟ لأننا ضحية مرسوم قهقرنا عوض أن يرقينا. هنا في الوظيفة العمومية عندما نجتاز مباراة معينة فنحن نجتازها من أجل الترقي وليس القهقرة. هذا نسميه اللا قانون، هذا نسميه اللا قانون، هذا حيف وهذا ظلم. نقول السيد وزير التربية الوطنية من معتصمنا هذا أننا مستعدون للموت من أجل حقنا المسلوب، من أجل حقنا المهضوم. لن نبرح هذا المكان ومستعدون لجميع الأشكال النضالية. لقد تعرضنا في محطة فاتح مارس واليوم كذلك لقمع شهده المغرب كاملا، شهد القمع الذي تعرضنا له سواء القمع اللفظي أو الجسدي لأطور هي الأولى أن تكرم لأنها هي التي نزلت برامج وزارة التربية الوطنية. نطالب وزير التربية الوطنية التفاعل إيجابا مع هذه الفئة لأنها فئة فعلا مظلومة. والسلام عليكم. شكون حنا